تواجد في منطقة أبو حصيرة غرب مدينة غزة والمحيطة لمجمع الشفاء الطبي مربعات سكنية بأكملها تم نسفها وقصفها من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية وقوات الجيش الإسرائيلي التي كانت تتواجد في هذه المنطقة منذ أكثر من 14 يوما متتالية. حتى هذه اللحظة نشاهد سويا هذه المشاهد، المواطنون يحاولون حتى هذه اللحظة وبعد 3 أيام تقريبا من انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من هذه المنطقة تحاول إخراج جثامين الشهداء التي لا تزال عالقة تحت أنقاض هذه المنازل. يعطيك العافية عبد. الله يعافيك. الله يرضى عليك. الحمد لله على سلامتكم. إيش بتسووا قاعدين؟ والله إحنا بندور على جثث زوينا وأخربائنا، يعني إحنا في 5 أنفار من عائلتنا يعني نزحوا من شارع النصر، جو توفوا في بيت أبو رمضان هنا، لكن بغتتهم طائرات الاحتلال ودباباته في المكان اللي كانوا يعتقدوا فيه إنه آمن هذا المكان، لكن بغتتهم الطائرات بالصواريخ والقنابل وتفخيخ المنازل المحيطة. وأنت زي ما أنت شايف بندور على جثث بعد 15 يوم. طلعنا هان صبايا 2 امبارح، وأول امبارح طلعنا 4 أنفار ضايل. كم مواطن كانوا موجودين؟ كان في 15 شخص ما بين امرأة ورجل وطفل صغير، وغالبيتهم أطفال وصبايا يعني وبنات، كلهم جثث متحللة يعني. الله. يعني المربع بالكامل كيلو متر مربع هذا يعني أزيل بالكامل، واللي ما استشهدش تحت الأنقاض الدبابات أعدمتهم هان. المنطقة هذه كان في جثث إعدام معدومين، يعني طلع من تحت من بيته عايش، الدبابات أجهزت عليه وكملت عليه. الله. أعدمهم إعدام. الله المستعان. الله نعم. يعني مشاهدينا الكرام، هذه هي المعاناة التي يعيشها ويعيشها أهالي شمال قطاع غزة ومدينة غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، ونحن على عتبة الشهر 7 من هذه الحرب الإسرائيلية، ورغم الظروف الصعبة وبأقل الإمكانات المتاحة يحاول هؤلاء المواطنون إخراج جثامين ما تبقى من الأطفال والنساء والكبار الذين كانوا من المفترض أن يتواجدوا في هذه المنازل الآمنة، ولكن للأسف الشديد الجيش الإسرائيلي ينسف المنازل على رؤوس من فيها من سكان من وسط الدمار ومن وسط منطقة أبو حصيرة في مدينة غزة. تامر دلول، قناة الغد، فلسطين.